السلام عليكم. محاضرتنا هي استكمال للمحاضرة السابقة Chapter 4. في هذه المحاضرة سوف ندرس ما يعرف Measures of Dispersion، مقاييس التشتت أو الانتشار. يقصد بها هي مقدار الاقتراب أو الابتعاد عن المين اللي هو الوسط الحسابي، بمعنى لتحديد مدى انحراف البيانات عن القيمة الوسطية، ومنها الرينج اللي هو المدى، ستاندرد اوف ديفيشن انحراف المعياري، وكذلك الفيرينس اللي هو التباين. أول طبعا هي أربعة مقاييس، هي عبارة عن أربعة مقاييس. المقياس الأول اللي نلاحظة ها هنا اللي هو يعرف من مين أبسولوت ديفيشن الانحراف المطلق. لكتابة قانون الانحراف المطلق، طبعا محاضرتنا اليوم هي عبارة عن مجموعة قوانين، هذه القوانين يجب أن تحفظ، يجب أن تحفظ. فالمين، آسف، أبسولوت ديفيجن المختصر إلى M A D، طبعا شي يساوي لنا كقانون، يساوي لنا مجموع F I مضروبا في مطلق X I ناقصا X بار مقسوما على مجموع ال F I. لكي نستطيع أن نستخرج هذا المقياس يجب أن يكون لدينا الجداول التالية. الجدول الأول اللي هو طبعا احنا استخرجناه بالخطوات السابقة اللي هو class mark اللي هو شيء يمثل ال xi، وكذلك frequency اللي هو يمثل لي ال fi. أيضا يجب أن يكون لدينا العمود الجديد أو الجدول الجديد اللي هو يمثل لنا ال fi مطلق xi ناقصاً الـ x بار. طبعاً هذا الحد نقدر نستخرجه مباشرةً بخطوة واحدة من خلال استخراج الناتج مال عملية الطرح للمطلق، ها هنا xi ناقصاً x بار، ومن ثم نضرب الناتج في الـ fi ونضع القيم ها هنا. بالنسبة لقيمة الـ x بار طبعاً نقدر نستخرجها من خلال القانون اللي أيضاً تعرفنا عليه سابقا، مجموع الـ fi xi على مجموع الـ fi. هذا الطلاب بالنسبة للقانون الأول للمين absolute deviation. بالنسبة للقانون الثاني اللي هو هذا رقم واحد، نجي على القانون الثاني اللي هو حيكون standard deviation. Standard division. طبعا القانون اللي راح نستخدمه حيكون هذا S يساوي لنا تحت الجذر مجموع Fi افتح قوس Xi ناقصا X بار كله تربيع على مجموع الـ Fi. طبعا أكيد نقدر هنا نقول مجموع الـ Fi هو بالأصل شي يساوي لنا طلاب الـ N اللي هو عدد العينة، طبعا هذا وين في الـ Group Data. أوكي، وأيضا ما ننسى إن الـ X بار هو عبارة عن مجموع Fi Xi على مجموع Fi. نوت، ملاحظة، standard division of a sample S and the mean in X bar، بمعنى احنا بالأصل احنا ايش كم نوع احنا عندنا، تذكرون احنا عندنا نوعين، عندنا السامبل من نجي نشتغل، احنا عندنا اما سامبل اللي هو مالته الرمز هو الاس، ويكون مالته المين، المين هو عبارة عن الاكس بار.
لكن إذا اشتغلناها ك population آسف، أما إذا اشتغلناها مثل ما قلنا ك population إيش راح يكون مالته الرمز؟ حيكون سيجما، وبالنسبة للمين حيكون الرمز مالته ميو. هذا لازم منساها، موجودة بالمحاضرات مالتكم. فعلى هذا الأساس من أجي أريد إذا هسه أكتب القانون النهائي إلى اللي هو الستاندرد ديفيشن، ايش راح يصير؟ حيصير الصيغة مالته التالية: سيجما يساوي لنا تحت الجذر مجموع اف اي اكس اي ناقصا اكس بار كله تربيع على ان ناقصا واحد. نكتبه ايضا بالصيغة النهائية، اذا معناته هنا السيجما ايش راح يساوي لنا؟ تحت الجذر مجموع اف اي اكس اي ناقصا ميو كله تربيع على ان ناقصا واحد. هذا بالنسبة لمن؟ القانون النهائي اللي راح نشتغل على اساسه. اوكي، بس احنا قلنا احنا هنا طبعا الشغل شلون نشتغل؟ نشتغل على اساس هو شنو العينة، طبيعة العينة، هل هي sample لو هي عبارة عن population. اوكي، لازم نفهم وعلى اساسها راح نشتغل. فاذا يجب ان يتم تحديد نوع العينة، هل هي sample ام هي population. الفيرينس النوع الثالث، النوع الثالث the square is the square of the standard division S تربيع for sample sigma square for population. بمعنى إذا من نجي variance من أجي أستخرجها، إذا هي أقدر أستخرجها مباشرة، أما أقول السيجما تربيع، طبعا هاي المن إذا كانت العينة الموجودة عندي sample. أوكي، وراح تكون variance grouped، فبالتالي ايش راح يصير؟ حتكون sigma تربيع for population. هذا النوع الثالث. فبالتالي ايضا انا عندي هنا مجموعة من القوانين ايضا الحفظ صارت عندي، أوكي. نروح للنوع الأخير من المقاييس، المقياس الرابع اللي هو coefficient variation. Coefficient of variation اللي هو معامل الاختلاف. القانون مالته حيكون standard deviation على x، هذا قانون. بس ايضا لازم ننوه انه طبعا هذا هو شيء، هنا شيء يمثل لي، هذا حيمثل لي الستاندر فيجن، هذا ايضا ايش راح يمثل لي؟ الارثمتيك مين.
arithmetic mean. طبعا مثل ما قلنا هاي هي مجموعة من القوانين، هاي طبعا هي هاي كلها راح تنحفظ، لأن راح تجي هو تكملة للأمثلة السابقة، يعني أيضا راح يقول لك أوكي واستخرجني مثلا الـ coefficient of variance. حسب هسه موجود هنا بالمحاضرة اللي عندكم راح نوصل للموضوع مهم جدا اللي هو الـ properties of standard deviation. هنا عندنا مجموعة من الخواص، أول خاصية of all standard deviation the minimum is that from the arithmetic mean. بمعنى من الانحراف المعياري انه الحد الادنى هو المتوسط الحسابي، حيث يساوي الحد الادنى للانحراف المعياري هي قيمة المتوسط الحسابي. يقول لي اثبت هذا الشيء، اثبت انه الحد الادنى للانحراف المعياري هو يمثل المتوسط الحسابي. اوكي، من نيجي نريد نفهم هذا الشيء، اذا احنا بالبداية راح نقول هو كموضوعنا كأول شيء الموضوع اوكي properties of standard deviation. الخاصية الأولى مثل ما قلنا أنه الحد الأدنى أوكي انحراف المعياري هو قيمة المتوسط الحسابي. أوكي معناتها آخر تذكرون المتوسط الحسابي، خلي كخطوة أخيرة، المفروض هو عبارة عن الـ X bar يساوي لنا مجموع Fi Xi يساوي لنا مجموع الـ Fi، هذا هو المتوسط. يعني إذا هسه هاي الخاصية اللي هو standard division إذا بالأخير هو عبارة عن المتوسط الحسابي. اثبت هذا الشيء. طبعا اول شغله لازم نكتب هذا البروف، انه المشتقه لمجموع الاف اي اكس اي ناقصا اكس بار على ان، والمشتقه للاكس بار هذا كله يساوي لنا صفر. شو نقدر نوصل لهاي النتيجة؟ رقم واحد لازم نتذكر قانون الانحراف المعياري اللي قبل شوية كتبناه. القانون مال الانحراف المعياري اللي هو الـ S شو يساوي لنا؟ تحت الجذر مجموع Fi Xi ناقصا X bar كله تربيع على مجموع الـ Fi. نجي نحل الخطوة الأولى، نقوم بتربيع الطرفين أو بصيغة ثانية التخلص من الجذر. فلهذا من نجي هسه نريد نحل الخطوة الأولى، نربع الطرفين، شو راح يصير عندي؟ سيجما تربيع تساوي لنا مجموع Fi Xi ناقصا X بار كل تربيع على مجموع الـ Fi. الخطوة الثانية هي فتح الأقواس، نتخلص من قوسين من هذا التربيع، فلهذا نفتح الأقواس. فشو راح يصير؟ الـ S تربيع يساوي لنا مجموع Fi افتح قوس مربع الاول اوكي الاشارة 2 في الاول في الثاني اوكي عكس الاشارة ثاني تربيع، طبعا اكيد على شقد؟ على n او مجموع الـ Fi. يعني تذكرون احنا سابقا كنا شو نقول؟ مجموع الـ Fi هي بالاصل شو تساوي لنا؟ تساوي لنا n. فإذا هنا أنا أقدر أخلي N من هسه مثل ما يقولون. أوكي، رغم أنها ما راح يعني هسه بعد شوية حتفهمون الشغلة، فهسه إذا هاي الـ N، هسه شو راح نسوي؟ مجموع الـ Fi ندخلها على داخل القوس.
وراح نتعامل أيضا طلاب بخواص الجمع وغير خواص الجمع عند الإدخال، عمليات الإدخال. فإذا الاس تربيع شو يساوي لنا؟ مجموع FI XI تربيع ناقصا لاثنين X بار، لأن دول ثوابت، مجموع FI XI زائدا X بار تربيع مجموع FI على N. أوكي، هسا هذا الموجود أمامنا، هاي النتيجة اللي تقول لحد أن توصلنا لها، راح شو نسوي لها؟ نشتق. راح نشتق. نشتق بالنسبة لمن؟ هنا لطلابي الأعزاء، بالنسبة إلى الإكس بار. راح نشتق بالنسبة للإكس بار. أوكي. فمن نجي نريد نشتق، حيصير اشتقت الإكس بار. افتح قوس. طبعا خلي بس نرتبها حتى بعدين نتذكر في الشغلة. اني بالنسبة الي مجموع FI XI تربيع هنا، هذا شو حيكون قيمته؟ شو حيصير؟ حيصير صفر ناقصا اثنين X بار مجموع FI XI زائدا X بار تربيع مجموع FI كله على N. فمن ليش راح نشتاق؟ راح نتوصل لهاي النتيجة اللي هو سالب 2 مجموع FI XI زائدا 2 X بار مجموع FI على N. شي يساوي لنا؟ طبعا يساوي لنا صفر. أنا هنا اللي يفيدني فقط البسط، فلهذا راح أخذ البسط، يعني هسه من نضرب هنا بس اخذ البسط، يعني ما راح يفيدني الان، فراح تصير اذا المعادله كانه صارت عندي اللي هي سالب 2 مجموع FI XI زائد 2 X بار مجموع FI يساوي لنا صفر. هاي القيمه نوديها الى الجهه الاخرى، فش راح يصير هسه عندي 2 X بار مجموع FI يساوي 2 مجموع FI XI. أوكي، هنسويها بدلالة الـ X بار، فش راح تكون عندي، حيكون عندي 2 مجموع FI XI على 2 مجموع ال F I. أوكي، نقدر نختصر ها هنا، فإذا X بار يساوي لنا مجموع F I X I على مجموع ال F I، واللي هو شيء مثل لنا متوسط الحسابي. هذا هو الاشتقاق للخاصية الأولى الستاندر ديفيجن. هاي بالنسبة للخاصية الأولى اللي هي شو تقول؟ Of all standard division, the minimum is that from the arithmetic mean. الحد الأدنى للانحراف المعياري هو يمثل لي المتوسط الحسابي، وقدرنا نثبت هاي الخاصية اللي هي رقم واحد. هسا بالنسبة خاصية رقم 2، بالنسبة إلها هنا حيكون عندنا تمثيل بياني for even normal distribution with n x bar minus positive s هو عبارة عن 68-27% of data. أما إذا كان ال x bar ناقص زائد 2s، يعني ضعف قيمة ال s، معناته 95-45% من الداتا. شنو معناته هذا الشيء؟ مثل شنو القصد من عنده طلاب؟ هنا شيء يقصد ان التوزيع الطبيعي الامثل للاكس بار، ان كان يعني زائد ناقص بالنسبه للستاندرد ديفيجن، يمكن تفسيره
حسب الشكل الأول شيء راح نرسمه ومن ثم نفسر عليه هذا الكلام. التوزيع الطبيعي طلاب هو هذا شكله، هذا هسه بالنسبة، بعدين نجي هنا، آسف خلينا قلنا غير مكان، أكو مشكل هذا المنطقة. أوكي، هذا هو هسه التوزيع الطبيعي، واللي إن شاء الله حناخذه بالأفصل القادمة، بس هسه إحنا هذا كتوضيح بالنسبة لهاي الخاصية. حسب الشكل هذا الأدنى وحسب القانون اللي قبل شوية أو الخاصية اللي قلناها بس نستذكرها، ننتبه إنه أول حالة إذا كان الإكس بار ناقص زائد ستاندرد ديفيجن 68% و 27% من الداتا، بمعنى إذا كانت العينة هنا التوزيع محصورة ما بين الإكس بار زائد إس اللي هي وحدة واحدة من ستاندرد ديفيجن و X بار ناقصا S اللي هي أيضا وحدة واحدة من الديفيجن، فيتمثل حوالي 68 و 27% من إجمالي يعني الداتا ضمن هذا الرينج. مفهوم؟ يعني أنه أوكي احنا عندنا مثلا 100 داتا 100 قيمة، لكن إذا كانت القيم ما بين 68 و 27، معناته أنه جزء فقط من الداتا هو الموجود ضمن هذا الرينج. خلينا نجي نمثل هذا الشيء. فإذا كانت هنا، طبعا هذا هنا من هالجهة شيء يمثل الزائد ومن هنا شيء يمثل الناقص، فهنا ليش حيكون X بار زائد S، هنا ليش راح يكون هتمثل لنا الاكس بار ناقصا اس. هذول الطلاب بمعنى انه 68% و 27 اوف داتا فقط محصوره بهذا الرينج. قال لك اوكي اذا كان ستاندرد ديفيجن هو الضعف، بمعنى اخر إنه كان هنا، إذا كان هنا وأيضا ها هنا اللي هي X بار زائدا 2S وهنا ال X بار ناقصا 2S، إيش راح تمثل لي الداتا؟ راح تمثل لي إنه 95% خمسة وتسعين بالمية وأربعة وخمسين خمسة وأربعين بالمية من الداتا واقع ضمن هذا الرج. أما إذا قال لي لا إنه الداتا كانت محصورة ما بين الإكس بار مع ثلاث أضعاف قيمة الستاندرد ديفيجن، بمعنى انه الداتا راح تمثل 99.73% من صحتها او القيم المحصورة ما بين هذا الرينج. هنا هو فقط يعني هاي الخاصية هي فقط تمثل لي انه في حالة العلاقات ما بين الاكس بار وما بين الستاندرد ديفيجن، كلما كانت العلاقة يعني بين قوسين زادت، تشوفون هاي القيم زادت، كلما كانت اذا القيم المحصورة ضمن الرنج الصحيح افضل واقوى. فلهذا يجب ان تكون عند الدراسة، يعني من نجي نسوي دراسة مثلا معينة لازم هي بصراحة تكون محصورة ها هنا، لكي تكون اذا دراستنا يعني العلاقة ما بين الداتا وما بين القيم عالية وقوية. وكلما اتجهنا بهذا الشكل إذا كلما كانت العلاقات ضعيفة، وكلما كانت القيم الموجودة لدينا
فيها نوع من الانحراف عن الوسط الطبيعي إلها. الخاصية الثالثة، ومهمة هاي الخاصية، لأن هاي طلاب هذه الخاصية اللي هي الثالثة هنا أجيبها أنا كسؤال، أجيبها سؤال. هو هنا ليش يقول لك for several samples the campaign is campaign بالنسبة للstandard division is given by. أنا هنا ليش منطيكم مجموعة من الداتا، كل داتا تمثل مثلا عينة لها شيء معين، طبعا بس كلهم لازم تكون لنفس الصفة المعنوية، بمعنى انه انا سويت استفتاء لعدد من الطلبة، الشعبة الاولى اخذت من عندها 10، سويت لهم استفتاء وكانت هاي عيناتهم 10 وكانت النتائج مالتهم اللي هي اللي مثل هنا لها اللي هو الـ N1 والـ S1 تربيع، هاي العينة الاولى للشعبة الاولى. العينة الثانية كانت اللي هي الـ N2S تربيع 2 هاي للشعبة الثانية، وهكذا يجب ان يكون نفس العينة لنفس الموضوع. بعدين طبعا شلت من عندكم، اوكي انت انطيني الاجمالي مال منو؟ مال ستاندرد ديفيجن. فلهذا هنا راح نطبق القانون التالي. اذا من نريد نقول for several sample زين the combined الى اخره، فش راح يصير القانون؟ حيكون اول شغله S تربيع اللي هو standard deviation N1 S1 تربيع زائدا N2 S2 تربيع زائدا إلى آخره، شوف حسب حجم العينة اللي أنا حنطيها، أوكي، على مجموع هذه ال sample. طبعا وأرجع وأقول هذا جدا مهم هذا القانون، لأن يجي بصيغة رياضية بحتة، لازم بس لازم تفهم أنت هو المن وليش وش وقت نستخدمه، اللي هو أحد خواص اللي هي تتمثل standard division. عندنا standard variable اللي هو المتغير القياسي، أيضا هي عبارة عن مجموعة من القوانين، ويجب أن أيضا نفرق ما بين إن كان sample أو إن كان population، إن كان عبارة عن عينة بسيطة أو إن كان المن المجتمع. فلهذا فمن أجي أريد أشتغل القوانين وأحفظها لازم أحفظها على أساس الصيغ مالتها. فهسه خليني نجي أول شغلة نجي نكتبها. إذا هسه أنا جيت، طبعا هسه إحنا وين وصلنا الموضوع؟ الموضوع هسه مالتنا اللي هو احنا قلنا هسه هاي المحاضرة كلها ترى هي عبارة عن قوانين ستاندر ZI يساوي لنا XI ناقصا X بار على الS، طبعا هاي المن sample عينة البسيطة. أما إذا أريد أكتبها، وأيضا قلنا هي هاي كلها تنحفظ إن كانت عينة بسيطة أو إن كانت عينة مجتمع، والحالة الثانية ZI ساوينا XI ناقصا لميو على سيجما، هذا المن for population. أيضا هذا القانون ينحفظ. ومثل ما نتذكر احنا نيميو شو تمثل لنا؟ هي عبارة عن المين for population، وهنا سيجما اللي هي عبارة عن standard division for population. Okay. طبعا لازم ننتبه على شغلة، الزت لازم تكون قيمتها زت واحد. The measurement of removed by one standard deviation from the mean.
لازم تكون قيمتها 1. الموضوع الجديد أيضا properties of z. أول خاصية لل properties of z: the arithmetic mean for the standard squares equal to 0. هنا أنا بيقول إنه يجب أن تكون قيمتها دائما قريبة من الصفر، بس هي مصر صفر طلاب، بس انتبهوا هي equal يعني هي قريبة من الصفر، بس هي ما تجي مصر صفر، مصر قيمتها صفر. أوكي طلاب، تكون قريبة من الصفر، لأن يعني إذا عوضناها صفر أكيد القيمة شو حتكون؟ حتكون الناتج مال أي شيء نعوض به هذا المقدار حيكون صفر، وإنما تعوض بالقيمة التي حصلت عليها. فلنفرض أنا حصلت عليها بصيغة إنه O point، يعني بهاي الصيغة، خلي بس نرجع هنا، نيجي أول شيء نكتب الموضوع. القانون حيكون كالتالي: z bar يساوي لنا مجموع fi zi على n يساوي لنا قلنا صفر، بس هو قريب من الصفر، بمعنى آخر هو من ممكن يطلع 0.0001. أنا كتبه بهاي الصيغة، ما أهم له، لا يهمل، مفهوم طلاب؟ لا يهمل، وإنما إن شاء الله طلع 0.0000 إلى آخره ثم واحد، ينخذ بهاي الصيغة ما يهمل. يعني إذا طلعناه صفر، إذا ليش لا عوض أنا أصلاً؟ معناته خلص القيمة كل اللي حضروا بيها هو عبارة عن صفر. يعني هنا إذا مثلاً نفرض هنا 10 في صفر على، يعني شنو الفائدة العادة أنا دا استخرجها؟ أوكي طلاب، فهو القيمة مثل ما هي تستخرج. أوكي، هسا حتى أقدر أستخرج الـ Z bar إيش كم جدول أحتاج؟ طلاب، رقم واحد أحتاج لكلاس، لكلاس، خليني ننزل هنا شوية. فأول واحد أحتاج لكلاس مارك، اللي هو مثل ما اتفقنا مثل الـ XI، هذا يا جدول هذا الأول. نجي وراها شو أحتاج؟ أحتاج الـ FI اللي هو الـ Frequency، أيضا أحتاج حاصل ضرب الـ FI الـ XI. ليش أحتاجه؟ ليش؟ لأن أنا عندي الـ X bar، آسف، لأن أنا عندي الـ X bar، الـ X bar شو يساوي لنا طلابي؟ يساوي لنا مجموع، لا حول ولا قوة. أوكي حكتب لكم غير مكان إذا أمكن، بس ثواني. فأحتاج مثل ما قلنا هنا الـ FI، FI، وهنا FI XI. ليش؟ حتى أقدر أستخرج من عدها بعدين الـ X bar يساوي لنا مجموع الـ FI XI على مجموع الـ FI، صح ذولا طلاب؟ أحتاج أيضاً هنا كولوم FI XI ناقصاً الـ X bar تربيع. ليش هذا أنا سويته؟ ليش احتاجته؟ لأن من خلاله أقدر أستخرج الستاندر، خلينا نسوي هيك، يعني من خلاله أقدر أستخرج الـ S يساوي لنا تحت الجذر مجموع FI XI ناقصاً X bar كله تربيع على مجموع الـ FI. ومن ثم شو أحتاج؟ هنا حنكمل الجداول، راح أحتاج ZI اللي هو أستخرجه ZI، اللي شلون أستخرجه؟ عبارة عن ZI يساوي لنا XI ناقصاً X bar على S. ومن ثم يعني هسه العمود الخامس والأخير حتى أقدر أستخرج الZ bar اللي هو جايني من Z bar يساوي لنا مجموع FI ZI على مجموع الـ FI واللي قيمته تقريبا تساوي لنا صفر. يعني شفتوا طلاب إيش كم كولوم أحتاج؟ هذا الأول مفروض أنا مستخرجهم، بعدين FI XI هذا واحد، اثنين،
ومن ثم الثالث يلا.